بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي عاملين ايه؟ هنبدأ ان شاء الله نشرح الجرامر على يونت 1. الجرامر اللي عندنا في يونت 1 هيتكلم على الباست سيمبل والباست كونتينيوس. اول حاجة عندي هي زمن الماضي البسيط. ايه هو الماضي البسيط؟ الماضي بشكل عام يا جماعة ده بيعبر عن حدث تم انتهى. يبقى كلمة ماضي سواء ماضي بسيط أو ماضي مستمر أو ماضي تام أو ماضي تام مستمر، الأحداث دي كلها انتهت، ملهاش علاقة بالحاضر، ملهاش علاقة بالحاضر. طيب، فبالنسبة لزمن الماضي البسيط ده بيعبر عن حدث تم وانتهى، حدث تم وانتهى، بيعبر عن أحداث كانت متتالية ورا بعض في الماضي، مفيش حاجة قطعت حاجة. يعني مثلا لو قلت إيه، أنا صحيت الساعة 7 وبعدين فطرت وبعدين اتفرجت على التلفزيون شوية وبعدين قعدت أراجع كلمات يونت 1. الحقيقة أنا هنا مش عايز من الحديث اللي انا بقوله ده ان انا عايز اقول مثلا ان في حاجة بتقطع حاجة، لا، انا بتكلم على سرد لاحداث متتالية. يبقى لما انا بحكي حدوتة او بحكي قصة في الماضي ده اسمه ماضي بسيط. الماضي البسيط بيعبر عن حاجة اسمها عادة كانت موجودة في الماضي وانتهت. لما اقول انا كنت متعود العب كورة وانا صغير، هذه العادة انتهت خلاص، ملهاش علاقة بالحاضر. يبقى طالما الكلام اللي انا بتكلم عليه ملوش علاقة بالحاضر، يبقى هو ماضي ايه؟ ماضي اما بسيط او مستمر او تام. بس بالنسبة للماضي البسيط اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، تمام، احنا بنتكلم على حدث او مجموعة من الاحداث المتتالية، مفيش حاجة قطعت حاجة او مفيش حاجة حصلت قبل حاجة. طيب، الماضي البسيط ليه مبني للمعلوم ومبني للمجهول. ايه هو المبني للمعلوم في الماضي البسيط اللي هو الاكتف فويس؟ بيقول لي الجملة المثبتة هي ان انا بعمل حاجة اسمها تصريف تاني للفعل. يعني ايه تصريف تاني للفعل؟ يعني مثلا الفعل بحط له دي او اي دي او اي اي دي، play played، study studied. فانا بعمل حاجة اسمها التصريف التاني للفعل. طيب لما يقول لي ايه مثلا ايه، he studied English yesterday. طيب يبقى الجملة دي زمنها ماضي بسيط والفعل حطت له اي دي. طيب ما هو في افعال شاذة، افعال بيتغير شكلها، ما بحط لهاش اي دي او دي او اي اي دي، زي مثلا كلمة go بتتحول الى went، كلمة write بتبقى wrote، think بتبقى thought، وهكذا. فبالنسبة للافعال اللي هي بيسموها الافعال الشاذة، كل ما بشوف فعل جديد بحاول ان انا ايه احفظه. فبنقول ان الجملة المثبتة في الماضي البسيط اللي هي بحط الفعل في التصريف الايه التاني. لما يقول لي a famous writer wrote this book a year ago، يبقى دي اسمها جملة في زمن الماضي البسيط، والفعل اللي احنا شايفينه ده فعل ايه؟ فعل من الافعال الشاذة، تمام، ما حطتلوش دي او اي دي، دي افعال بتتحفظ. طيب ازاي بنفي؟ قال لي النفي في زمن الماضي البسيط ان انا بستخدم الفعل المساعد. الفعل المساعد يا جماعة في زمن الماضي البسيط اللي هو الفعل did. يبقى الفعل المساعد للماضي البسيط هو did. يبقى لما بنفي بقول له didn't، وبعدين بعد كده الفعل بيرجع لأصله. بشكل عام do او does او did، do او does او did لو شفتهم في اي جملة لازم الفعل بعدهم يحترب نفسه ويرجع لاصله. يبقى اقول له I didn't enjoy last night's film،
يبقى I didn't. بعد كده حطيت بعدها الفعل في ايه؟ المصدر. يعني ايه مصدر يا جماعة؟ مصدر يعني ما فيش اس، ما فيش اي اس، ما فيش دي، ما فيش اي دي، ما فيش اي ان جي. ده معنى كلمة مصدر. يبقى المصدر ان انا الفعل ما بحطلوش اي اضافات. طيب يبقى عرفنا ان النفي بحط didn't والايه والمصدر. طب ازاي بسأل؟ لما بسأل بستخدم الفعل المساعد برضو اللي هو do او does او did، بس في الماضي بستخدم did. طيب did احنا اتفقنا ان طالما في فعل مساعد لازم الفعل يرجع لايه؟ لأصله. يبقى did بيجي بعدها الفاعل وبعدين المصدر. لما اقول ايه؟ where did you go؟ يبقى did جه بعدها الفاعل بعدها الايه؟ المصدر. بقول له for your last holiday، رحت فين في اجازتك السابقه. يبقى اتفقنا ان الماضي البسيط في المبني المعلوم هو التصريف الثاني، بنفي ب didn't والمصدر، بسال ب did وفاعل ومصدر. طيب قال لي خلي بالك من حاجه مهمه جدا، ان كلمه could، تمام، كلمه could وكلمه would لو هي بتعبر عن القدرة والاستطاعة يمكن استخدامها للتعبير عن زمن الماضي. تاني، يبقى كلمة could would بيجي بعدهم الانفينيتيف لتعبير عن قدرة، تمام، على عمل شيء في الايه؟ في الماضي. لما اقول ايه؟ I could ride a bike when I was five. انا كان عندي المقدرة ان انا اسوق العجلة وانا عندي 5 سنين. يبقى هنا انا بتكلم على قدره على عمل شيء في الماضي. يبقى could و would، تمام، يجي بعدها الانفينيتيف للتعبير عن زمن الماضي البسيط. لما يقول لي اكرم could speak French at the age of 7، ودي يا جماعه at the age of وكلمه ago وكلمه last، دي كلها keywords، دي مفاتيح لزمن الماضي البسيط وهنبص عليها كمان شوية. يبقى بيقول لي أكرم could speak French at the age of 7. يبقى أكرم كان عنده القدرة إن هو يتحدث اللغة الإيه؟ الفرنسية at the age of. دي من الكلمات اللي بتدل على زمن الماضي البسيط. مثلا أقول I couldn't swim because my arm was hurting me. أنا ما قدرتش أعوم لأن دراعي كان إيه؟ بيألمني. برضو هنا بعبر عن القدرة، تمام، على عمل أو عدم قدرة أو عدم القدرة على عمل شيء في الماضي. طيب يبقى الماضي البسيط المبني للمعلومة بيتكون من إيه؟ من الفعل بحط له إيدي. طيب بالنسبة للماضي البسيط في المبني للمجهول، الماضي البسيط المبني للمجهول، اولا مجهول يا جماعة، كلمة مجهول يعني لازم اشوف حاجتين مهمين جدا، لازم اشوف verb to be وتصريف تالت. ده معنى كلمة مجهول. دايما في اي زمن من الازمنة المجهول هو الverb to be وتصريف تالت. فهو verb to be حسب زمن الجملة. يعني مثلا لو قلت الverb to be مصدره ايه؟ مصدره كلمة be. ايه هو الماضي بتاع زمن الverb to be؟ هو was aware. طب ايه هو المضارع بتاع الverb to be؟ هو am او is او are. طب ايه هو الزمن المستمر للverb to be؟ هو كلمة be المصدر وبحط لها ing بتبقى being. طب ايه هو التام للverb to be؟ هو كلمة been. يبقى الverb to be مصدره be، المضارع am او is او are، الماضي was aware، المستمر هو be وحط لها ing تبقى being، التام هو been. يبقى إذن لو قلت لحضرتك ماضي بسيط مبني للمجهول يبقى خلاص، يبقى was aware اللي هو الماضي البسيط زمن الverb to be زمن الماضي زائد التصريف الثالث وبحط قبلها الفاعل. يبقى في الجملة المثبتة المبنية للمجهول في زمن الماضي البسيط فاعل was aware زائد تصريف تالت. طب لو منفية عادي خالص، فاعل was aware زائد not زائد تصريف ايه تالت. طب اسأل ازاي؟ قال لي حط was aware.
زائد الفاعل زائد تصريف تالت. يبقى القضية كلها يا جماعة مجهول، يعني لازم يبقى فيه verb to be، تمام، was aware زائد الايه التصريف التالت. في المثبت was aware زائد تصريف تالت، في النفي was aware زائد not زائد تصريف تالت، في السؤال was aware زائد الفاعل زائد تصريف تالت. بعمل مقص، تمام، بحط الايه was aware قبل الفعل والفعل بعدها وهكذا. طيب يبقى هنا لما يقول لي مثلا this book was written by a famous writer، عظيم جدا. طيب ممكن يسألني، يديني سؤال يقول لي this book وبعدين نقط by a famous writer. انا اول حاجة ببص عليها السبجكت عندي في الجملة، ادي خلاص السبجكت عندي هو الكتاب. بعد كده يبقى اول حاجة ببص على السبجكت، تاني حاجة ابص على الفعل في الاختيارات. الفعل write هو الكتاب بيكتب؟ لا، يبقى الكتاب بيكتب، الاكل بيؤكل، العمارة بتبنى، الدرس بيذاكر. يبقى لازم ابص على الجملة لما اجي احل، ابص على الفاعل. الجملة بدأت بايه؟ بدأت بالكتاب. هو الكتاب ده عنده القدرة ان هو يكتب؟ لا، ده بيتكتب يبقى مجهول، بيتبني يبقى مجهول، بيلعب يبقى مجهول، يذاكر يبقى مجهول وهكذا. فبيقول لي this book by a famous writer، يبقى طبعا هذا الكتاب مفرد يبقى was written. طب لو قال لي these books اقول له were written. طيب my novel، خلاص يبقى انا بصيت على الفاعل 6 times. هي الرواية بتغير ولا يتم تغييرها؟ بيتم تغييرها، تبقى مجهول، يبقى my novel was changed 6 times. طيب عايز اسال سؤال، هي اصل الجمله the meeting was held last Thursday. عايز اسال سؤال، بعمل مقص، تمام، يبقى اقول له was the meeting held last Thursday وهكذا. طيب يبقى احنا كده عرفنا المبني للمعلوم في الماضي البسيط والمبني للمجهول في الماضي البسيط. معلوم الفعل بحط له ايدي، تمام، عايز انفي احط الفعل مساعد didn't والمصدر في المعلوم. طيب عايز اسال بحط ديد وفعل ومصدر، تمام. طيب يا ترى في المجهول verb to be تصريف تالت، انا عارف كويس ان verb to be في الماضي هو was او was تصريف تالت. يبقى في المعلوم، تمام، في الجمله المثبته في المجهول فاعل verb to be تصريف تالت. طيب الجمله المنفيه فاعل was او was زائد not زائد تصريف تالت. طب سؤال، يبقى was او was زائد فاعل زائد تصريف تالت. ما هي الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط؟ طيب أول حاجة عندي من الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط هي كلمة yesterday، كلمة the other day، تمام. طبعا الكلمات دي أنا لازم يبقى عندي دراية بيها، تمام، عشان تسهل عليا، تمام، إن أنا أقدر إيه أحل الجملة. yesterday ماضي بسيط، the other day ماضي بسيط، كلمة ago، بس ago يا حبايبي لازم يجي قبلها مدة. لما أقول two days ago، four hours ago، يبقى ago من الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط ويأتي قبلها المدة الزمنية. كلمة once ذات مرة اللي هي بتساوي once upon a time، يبقى once أو once upon a time من الكلمات اللي بتعبر عن زمن الماضي البسيط. كلمة one day في يوم من الأيام. كلمة last، تمام، last ممكن أقول last night، last week، last month، last year، last winter، last spring، last summer وهكذا. كلمة the previous، كلمة previous يعني سابق، ممكن أقول the previous week، the previous month وهكذا. طيب لما يقول لي from، سنة لسنة في الماضي، لما يقول لي إيه من from 2000 to 2005 to 2008، تمام، يبقى هنا ده ماضي بسيط. طيب إن وسنة في الماضي، لو قال لي مثلا إن 2009 يبقى ده ماضي بسيط. يبقى من الكلمات اللي بتدل على الماضي بسيط لغاية دلوقتي yesterday، the other day، ago قبلها مدة، once أو once upon a time، one day، last، last night، last week، last month، last year، last winter، last spring، last summer. كلمة the previous ممكن أقول previous week، previous month. كلمة from
from سنة to سنة in وبعدها سنة في الماضي in وسنة في الماضي بقت ماضي بسيطة على طول in وشهر في الماضي لو قلت in مثلا جولاي يبقى in لو جه بعدها حاجة في الماضي على طول ماضي بسيط طيب ايه تاني كلمة then then تمام بتعبر عن زمن الماضي البسيط كلمة just now تمام ماضي بسيط in the past ماضي بسيط in the ancient times ماضي بسيط in the middle ages ماضي بسيط in the old days ماضي بسيط في العصور القدمى قديمة how long ago اللي هي بتساوي when تمام لما اقول لك ايه when did you meet احمد ماضي بسيط how long ago تمام did you meet احمد ماضي بسيط كويس at the age of اهي في عمر او في سن تمام بس بيقول لي at the age of في اذا كان الزمن في الماضي تمام يبقى مثلا ما ينفعش اقول at the age of 50 وانت واحد عندك 18 سنه وتحطها لي في ماضي بسيط لا تمام فلازم يكون at the age of بعدها حاجه بتدل على الماضي لما اقول لك ايه at the age of 5 تمام I could ride a bike واضح جدا انا واحد عندي مثلا انا طالب عندي 18 سنه لما كان عندي 5 سنين لما يقول لي at the weekend وبرده لو ده بيعبر لو كان ده الويك اند اللي هو حاجه تمام في الماضي تمام ما بتكلمش على حاجه مستقبليه طيب when I was young يعني when بيجي بعد ماضي بسيط تمام when she was little اهي ماضي بسيط when he was 7 ماضي بسيط حكيت was دي تمام خلي بالك ان الفيرب تو بي تمام الفيرب تو بي هنعرف كمان شويه ان الفيرب تو بي ما ينفعش يحط في الزمن خلي بالكو مستمر ودي ملاحظه مهمه جدا وبتيجي في امتحانات ثانويه عامه شفت فيرب تو بي ما تحطلوش اي ان جي شفت فيرب تو بي ما تحطلوش اي ان جي اي نعم هي ملهاش علاقه بالماضي البسيط ولكن هي انا تذكرتها وانا يعني حبيت ايه اقول الملاحظه ديت ان الفيرب تو بي اولا ما فيش حاجه اسمها when I wasing تمام او when I being تمام وهكذا طيب فخلي بالك ان مبدئيا دلوقتي هنتطرق للموضوع التاني كمان شويه لما اقول لك when I was young اهي when جه بعدها ماضي بسيط when she was little جه بعدها ماضي بسيط when he was 7 يبقى when من الكلمات اللي بتعبر عن زمن الماضي البسيط كويس قوي يبقى احنا كده خدنا فكره عن الكي ووردز تمام او التنس ماركرز اللي هي الكلمات اللي بتشير او تعبر عن زمن الماضي البسيط طيب خلي بالك بقى ان الماضي البسيط احنا قلنا ان هو بيعبر عن عاده كانت موجوده في الماضي وانتهت يعني ايه يعني عايز اقول لحضرتك ان مثلا كلمات زي كلمه usually always sometimes often never occasionally every day every week هذه الكلمات اساسا اسمها ظروف تكرار وظروف التكرار بتعبر عن زمن المضارع البسيط قال لي بس استنى لو جبت لي كلمه من كلمات ظروف التكرار وحطيت بعضها ماضي يبقى اذا انت بتعبر عن عاده كانت موجوده في الماضي وانتهت usually always sometimes often never occasionally every day every week تمام لما اقول when I was in Alex I went to the beach every day يبقى انا لما كنت في اسكندريه انا كنت متعود اروح البحر كل يوم عاده وانتهت يبقى ظروف التكرار يا حبايبي لو جه بعضها ماضي بسيط فهي تعبر عن عاده كانت موجوده في الماضي وانتهت تقول لي طب استنى بقى مستر when I was in Alexandria وهو ما حطش went تمام هو ما حطش ايه went when I was in Alexandria I not to the beach every day ليه انا بقى ما استخدمتش I go اقول لك
حبايبي، في قاعدة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، إن الجملة في اللغة الإنجليزية عاملة زي الميزان، لو النص الأولاني ماضي يبقى التاني هيبقى ماضي، لو النص الأولاني مضارع يبقى التاني هيبقى مضارع أو مستقبل، تمام؟ إلا في حاجات استثنائية، تمام، بتعمل شقلبة في الجملة، ممكن يبقى فيها مضارع وماضي في نفس الجملة، تمام؟ ودي هنتطرق ليها إن شاء الله. ولكن بشكل عام لما اجي ابص على جمله زي ديت مثلا في الاختياري، بيقول لي when I was، ده الجمله شغاله في الماضي، تمام. يبقى الناحيه التانيه اقول له I go، لا طبعا اقول له I went to the beach، ماضي ماضي، كويس قوي. لما يقول لي مثلا I usually visited the zoo when I was young، طيب يجي برضو طالب يقول لي I usually، ما هي ظروف تكرار اهي، يبقى اقول له فيزيت، اقول لك لا فيزيتد، ليه؟ لان النص الثاني ماضي. طيب يبقى عرفنا معلومه هنا، ان ظروف التكرار لما يجي بعدها ماضي بسيط فهي تعبر عن عاده كانت موجوده في الماضي وانتهت. طيب تعال نبص على استخدامات الماضي البسيط. اول حاجه من استخدامات الماضي البسيط هي التعبير عن حدث بدأ وانتهى في مدة معينة في الماضي. لما يقول لي إيه؟ I had my hair cut yesterday، يعني أنا حلقت شعري إمبارح. على فكرة الجملة دي حضرتك، تمام، دي بتعبر عن حاجة اسمها فاعل مسبب. الفاعل المسبب يعني إيه؟ يعني أنا تسببت إن شعري اتقص إمبارح، يعني أنا رحت الحلاق، يبقى أنا تسببت إن الحلاق حلق لي شعري. طيب فبيقول لي I had my hair cut yesterday، تقول لي ده had، اقول لك الفيرب هاف، تمام، الماضي منه هو كلمة had، وده اسمه فعل من افعال الكوزيتيف، اللي هي الايه، الفاعل اللي هي بتستخدم مع الفاعل لتعبر عن الفعل المسبب، يعني تسبب في حدوث الشيء. الفعل هاف، الفعل جت، الفعل كوز، الفعل allow، الفعل permit، وهكذا. ودي هيجي وقتها ان شاء الله، اعتقد هي في يونت 6 هتاخد درس الايه، الفعل المسبب. ولكن بشكل عام هنا لما يقول لي I had my hair cut yesterday، تمام، مثلا هو من تين تشوز، اقول له have ولا has ولا had. طبعا ما ينفعش استخدم have لان هو بيقول yesterday، تمام. فالاجابه هنا هتبقى I had my hair cut yesterday. طيب لما يقول لي مثلا ايه، علاء moved into a new flat last week، برضو انا عندي هنا كلمات بتعبر عن زمن الماضي البسيط، يبقى اقول له ايه، moved. طيب ايه تاني؟ الماضي البسيط بيعبر عن احداث حدثت في الماضي ولا نحتاج الى ذكر الوقت لحدوثها. ده هنا بيقول لي الماضي البسيط بيعبر عن حاجه حصلت في الماضي ومش مهم تعرف امتى. طيب ازاي يعني؟ اديني مثال بقى. لما يقول لي ايه، when were you born، ما انا ما ينفعش اقول له when were you born yesterday لان انا كده جاوبت السؤال، تمام. او من مثلا when were you born مثلا in 2007، تمام، لا. لكن فهنا بيقول لي هي بتعبر عن احداث تمت في الماضي، هنا مش محتاج ان انا اقول لك هي حصلت امتى، يبقى حدث تم في الماضي دون تحديد ايه الزمن. When were you born؟ يحيى حقي was born in a small district in Cairo. على فكره يحيى حقي ده يعني، او بمعنى اصح اللي انا عايز اقوله، يعني لو الشخص توفى الجملة دي ماضي بسيط. ليه؟ لأن هو ما يقدرش يعمل حاجة تاني. ما يقدرش يعمل حاجة تاني. لما أقول لك يحيى حقي، أقول لك was born in a small district in Cairo، يعني ولد في حي صغير في القاهرة. دكتور زويل برضه نفس الموضوع، أقول له was educated at Alexandria University. طيب الماضي البسيط بستخدمه لسرد أحداث قصة وقعت في الماضي. يبقى لما بحكي لك حدوته في الماضي، لما اقول لك he heard them talking، he decided he had to get closer then he approached، يبقى هو سمعهم بيتكلموا فقرر يقرب منهم، فقرر ان هو يقرب منهم وبعدين بدأ يقرب منهم، يبقى انا بحكي حدوته.
طيب لما يقول لي they were surprised finally he caught them، يبقى الماضي البسيط بيستخدم لإيه؟ لسرد أحداث قصة في الماضي. يبقى لغاية دلوقتي الماضي البسيط حدث تم وانتهى في الماضي، حدث ليس من الضروري أن يذكر وقت حدوثه. الماضي البسيط بستخدمه عشان أحكي لك حدوتة. طيب إيه تاني؟ الماضي البسيط بيعبر عن حدث جاء بعد حدث آخر في الماضي. بيقول لي الحدث التاني في أي حدثين متتابعين في الماضي دايما بيكون ماضي بسيط. يعني إيه؟ هو هنا لو جيت قلت مثلا في الجملة اللي هنا دي، تمام، لو قلت إيه؟ he heard them talking he decided he had to get closer then he approached. طيب بصي لي على الجملة اللي تحت بقى، as soon as، بمجرد أن. حبايبي أنا هنا حطيت رابط للتوقيت، تمام، بمعنى ايه؟ معناه بعد او بمجرد ان. يبقى هنا انا عايز اكلم حضرتك ان في حاجه اسمها ترتيب احداث، وبدام الجمله فيها ترتيب احداث برابط، تمام، الحدث الثاني ماضي بسيط. يبقى لو في جملتين وفي رابط الحدث الثاني ماضي بسيط. كويس قوي. لما يقول لي as soon as they had appeared prepared the scenario they started a work. فاللي حصل هنا as soon as جه بعدها الماضي التام اللي هنتكلم عليه في يونت 2. بعد كده الجملة الحدث نمرة 2 ده ماضي ايه؟ ماضي بسيط. بيقول لي when they had returned home they knew the whole story. when جه بعدها ماضي تام، تمام، الناحية التانية بيبقى حدث نمرة 2، لأن كلمة تام يعني تم أولا، وتم أولا يعني حدث نمرة 1. كويس أوي. بعد كده لما بنتكلم على عادة كانت موجودة في الماضي وانتهت، أقول إيه؟ بيقول لي أنا عندي في حاجة اسمها used to. used to يجي قبلها فاعل وبعدها مصدر. used to قبلها فاعل وبعدها مصدر. يبقى used to، تمام، معناها اعتاد على شيء في الماضي ولا يفعله الآن. كويس أوي. يبقى used to لازم يجي قبلها إيه؟ يجي قبلها فاعل. يجي قبلها إيه يا جماعة؟ فاعل. يبقى used to يجي قبلها الفاعل أهو، تمام، وبعدها إيه؟ وبعدها الإيه؟ المصدر. يبقى used to يجي قبلها الفاعل وبعدها المصدر. طيب عايز أنفي، يبقى didn't والفعل بعدها لازم يحترم نفسه، مفيش حاجة اسمها use، تبقى use didn't use to. طب عايز اسال برضه في فعل مساعد، يبقى did فاعل use to. طيب اما كلمه used to be زائد تصريف ثالث دي بتعبر عن زمن المبني ايه للمجهول، ودي هنتطرق ليها ان شاء الله، هوريك بتيجي ازاي. طيب يبقى تاني، used to بتعبر عن عادة في الماضي وانتهت. used to لو جه قبلها فاعل بيجي بعدها مصدر. النفي didn't use to. السؤال did فاعل use to. أما في صيغة المبني المجهول بستخدم used to be. used to be زائد تصريف تالت. لما يقول لي إيه؟ I used to drive. He didn't use to need. Did your father use to smoke? My homework. My homework used to be done. هو الهومورك بيفعل ولا يفعل؟ يفعل. يبقى my homework used to be done in a neat way. طيب قال لي خلي بالك بقى، فاكرين من شويه لما كنت بقول لك نص جمله مضارع النص الثاني ماضي، نص جمله مضارع النص الثاني مضارع مستقبل، النص ماضي يبقى النص ماضي. هنا بقى بيقول لي ايه؟ لاحظ استخدام used to و didn't used to بالتبادل مع المضارع البسيط المثبت او المنفي. يعني خلي بالك انا ممكن ادي لك جملة، تمام، بيلتقي فيها المضارع والماضي. ازاي؟ لازم يبقى في حاجة بتشقلب حال الجملة، زي but, although, however، تمام، still. دي كلمات بتغير الجملة من حال لحال، وبعد كده هنعرف ان كلمة since برضو ممكن يلتقي
تخلي تبقى محور التقاء ما بين المضارع والايه والماضي، بس خلينا دلوقتي في الكلمات اللي بتعبر عن التناقض. يبقى هنا عايز اقول لحضرتك ان ممكن يبقى جملة فيها used to او didn't used to، تمام؟ ودي طبعا لما يقول لي I used to smoke، ما دي ماضي 5 years ago. قال لي but، ولكن now I don't. يبقى used to حبايبي لو جه بعدها فعل عادي، تمام، وجملة فيها but فيها تناقض، بيجي الناحية التانية don't أو doesn't. تاني used to زائد فعل عادي but don't أو doesn't. طيب used to فعل عادي but حط الناحية التانية don't أو doesn't. كويس. طب تعال بص كده، منى used to come فعل عادي أهو to work late but now she doesn't أهي. طيب used to لو جه بعدها كلمة be، used to لو جه بعدها كلمة be، يجي الناحية التانية am أو is أو are، تمام، منفية am not is not are not. تاني used to لو جه بعدها كلمة be، تمام، وفي but أو أي كلمة بتعبر عن تناقض، حط الناحية التانية am أو is أو are زائد إيه زائد not. أما used to لو جه بعدها فعل عادي حط الناحية التانية don't أو doesn't مع تواجد but. used to لو جه بعدها كلمة be حط الناحية التانية am أو is أو are إيه منفية. لما يقول لي سلمى used to be fat but now she isn't. كويس. قال لي خلي بالك ده في معلومة حلوة هنا، used to تعبر عن عادة كانت موجودة في الماضي. قال لي والله بص يمكن استخدام used to بالتساوي مع would، يعني الاثنين ممكن يبقى اسمهم ايه عادة كانت موجودة في الماضي وانتهت، بس لما بتكلم عن عادة، تمام، يعني حدث متكرر، حدث كان بيتكرر في الماضي، لما بتكلم عن حدث كان يتكرر في الماضي used to و would الاثنين حلوين. تعال نشوف كده. When I was young I used to play أو I would play in the street. يبقى أنا لما كنت صغير كنت متعود ألعب في الشارع. هنا ممكن أحط used to أو أحط إيه would، ولكن خلي بالك بعد كده هنعرف بقى إن would بتحل محل بتساوي used to، تمام، للتعبير عن إيه عن عادة متكررة في الماضي، ولكن would لا تحل محل used to في النفي والسؤال، بتحلش محلها في النفي والإيه والسؤال. طيب يبقى تاني بقى would ممكن ان هي تحل محل used to لو انا بتكلم على حدث متكرر في الماضي. يبقى لما اقول لك ايه I used to ايه study at night او I would study at night when I was young، كنت متعود ايه اذاكر بالليل وانا صغير، عادة كانت بتتكرر، هنا used to او would. لكن لو قلت لك بقى I used to like fish، عادة اهي، لكن لو جيت قلت I would like fish، لا دي ما بقتش عادة، دي معناها انا عايز اكل سمك. يبقى خلصت الكلام مبدئيا ان used to و would متساويين للتعبير عن عادة كانت موجودة في الماضي اذا كان الحدث متكرر في الماضي، اما would لا تساوي used to، تمام، في حالة السؤال والنفي. تعال نشوف المعلومة اللي بعدها. بيقول لي بتستخدم الصيغ التالية للتعبير عن عادات في الماضي. احنا قلنا ان used to لو جه قبلها فاعل بيجي بعدها مصدر. used to لو جه قبلها verb to be او get او become، تمام، حط بعدها verb ing. حلوة قوي دي. يبقى used to لو جه قبلها فاعل حط مصدر. used to لو جه قبلها verb to be او verb get حط بعدها verb ing. يبقى فاعل was aware used to verb ing، فاعل wasn't aware and used to verb ing. تاني لما اقول لي when I was young I was used to، تمام، eating a lot of ice cream، تمام، جه بعدها verb زد ing. خلي بالك ممكن يجي بعدها اسم، تمام، ما eating هنا دي جاية بمعنى ايه الاكل، تمام، جاية بمعنى الايه الاكل، تمام. when I was young انا كنت معتاد على اكل الكثير من الايس كريم، فده اسمه جيرند، فالجيرند ده ممكن اشيله احط ايه حط ناون،
يعني مثلا اقول لك ايه، when I was young I was used to، تمام، the hot weather، كنت متعود على الجو الايه الحار، تمام. يبقى used to ممكن يجي بعدها verb ing، ممكن يجي بعدها noun. لما يقول لي I wasn't used to doing، خلاص used to لو جه قبلها verb to be بيجي بعدها verb the ing. I wasn't used to the hot weather، يبقى برضو ممكن يجي بعدها noun. يبقى خلاصة القول used to جه قبلها فاعل، حط بعدها مصدر. used to جه قبلها verb to be أو verb get أو verb become، حط بعدها noun أو verbs I ing. طيب العادات في الحاضر، بيقول لي الفاعل am is are get أو gets used to يجي بعدها verb ing، ما نفس القصة. used to لو جه قبلها verb to be سواء مضارع سواء ماضي بيجي بعدها ing. يبقى am أو is أو are used to أو get used to يجي بعدها verb I ing. طيب برضو لو منفية am not is not are not أو don't get أو doesn't get used to يجي بعدها ing. يبقى used to، تمام، في المضارع لو جه قبلها verb to be أو get أو become يجي بعدها ing. في الماضي لو جه قبلها was أو were أو got أو became يجي بعدها verb ing. لما يقول لي علي is أو gets used to watching cartoon، منى is used to junk food، هنا حط used to قبلها إيه verb to be وبعدها حط noun. أحمد isn't أو doesn't get used to doing، حط gerund. I'm not used to such used to get قبلها verb to be أهو وبعدها حط إيه حبيبي، حط noun. تعالوا نبص مع بعض على سؤالين كده. Did you في did يبقى الفعل يحترم نفسه يرجع لأصله على طول، بدل في did يبقى الفعل لازم يحترم نفسه يرجع لأصله، يبقى أقول له did you did you use to. السؤال اللي بعده the nice story by طه حسين. طيب المستر قال بص على الايه الفاعل، الفعل هنا story، هي story، وبعدين بص على الفعل، هي القصة بتكتب ولا تكتب؟ تكتب. طيب طه حسين عايش ولا ميت؟ ميت، يبقى was written. السؤال اللي بعده I ate to read short stories when I was seven. حلو قوي. طيب الجملة ماضي، الجملة ماضي I ate to read، حط to المصدر، تمام. ينفع أقول was was used، was used تبقى to reading. طيب I used to read، صح دي، تمام. طيب am used، ما خلاص ما احنا قلنا بقى used، تمام، used to لو جه قبلها verb to be، am او is او are او was او were بيجي بعضها ing، وبرضو get، يبقى دي ما تنفعش ودي ما تنفعش، مش كده يا جماعة؟ ودي ما تنفعش لان used لو جه قبلها verb to be او get او become بيجي بعضها ing. كويس. السؤال اللي بعده she studied at night when she was young. حلو قوي. حط هنا مصدر is used to، غلط لان used لو جاب لها verb to be يجي بعدها ing، تمام. was used to برضو غلط، used بس لا عايزه to، يبقى she used a to. السؤال اللي بعده my uncle used to drive a car he was 20. حلو قوي. my uncle used to drive a car he was 20. حلو قوي. while لا والله ما تنفعش، تمام، حلو. since لا ما تنفعش، ago عايزه مده قبلها ما تنفعش، يبقى الاجابه هي when. طب ليه خير بقى؟ اولا since حبايبي بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، تمام. فهنا طبعا since لا ما ينفعش خالص في الجمله لان عايزه قبلها مضارع تام. طيب while حبايبي، تمام، لو الجمله هنا مكونه من جزئين يبقى يا اما حدث بيقطع حدث او حدثين مستمرين ايه مع بعض في نفس الوقت، فهنا لا في حاجه بتقطع حاجه، تمام، ولا حدثين ايه مستمرين في نفس الوقت، فما ينفعش خالص الجمله دي. فالاجابه هنا طبعا هي when، وطبعا احنا عارفين ان when ياتي بعدها ماضي بسيط، وبعدين كمان ده الجمله بتعبر عن حدوته. my uncle used to drive a car he was 20، تمام، او بتكلم على عاده سابقه.
A famous writer, this book a year ago, أو ده حاطط ago, ago يعني ماضي بسيط. هو الرايتر بيكتب ولا يكتب؟ الرايتر بيكتب. يبقى was written غلط. writes لا والله ده جملة ماضي. has written لا والله ده جملة ماضي. تمام؟ يبقى الإجابة هي wrote. اللي بعده she is London in وسنة في الماضي. طيب ماضي بسيط. يبقى على طول الإجابة هي إيه؟ visited. I ate Alexandria a month ago. month اهي وقبلها مدة. تمام؟ طيب ماضي بسيط. يبقى I ate. يبقى I was. كويس أوي. ده حبايبي كم سؤال كده على الماضي البسيط. تعال ندخل مع بعض على زمن الماضي المستمر. الماضي المستمر في المبني للمعلومة بيتكون من was aware زائد verb زائد ing. بنفي ازاي؟ تبقى was aware زائد not زائد verb زائد ing. بسأل ازاي؟ بعمل مقص. يبقى was aware زائد الفعل زائد verb زائد ing. ايه هو الماضي المستمر؟ حبايبي الماضي البسيط انا قلت I studied English yesterday. صح؟ صح. ده ماضي بسيط. طب ازاي بقى الجملة دي تبقى ماضي مستمر؟ تمام؟ ازاي تبقى ماضي مستمر؟ لما اقول لك انا كنت بذاكر انجليزي الساعة 4 امبارح. كنت بذاكر انجليزي من الساعة 4 للساعة 6 امبارح. كنت بذاكر انجليزي في نفس الوقت ده امبارح. يبقى لو حددت الساعة ده بقى زمن مستمر. حددت الايه؟ الساعة او التوقيت بالظبط بقى زمن مستمر. سبتها مفتوحة كده ما حددتش بقى ماضي بسيط. يبقى الماضي المستمر هو حدث كان مستمرا تمام في ساعة معينة في الماضي. طيب الماضي المستمر قلنا بيتكون من was aware زائد verb زائد ing. النفي هو was aware زائد not زائد verb زائد ing. السؤال هو was aware زائد الفعل زائد verb زائد ing. بيقول لي I was doing my homework at 6 o'clock yesterday evening. تمام؟ طب ايه اللي خلاني احط was doing؟ والله ذكر الساعة زي ما حضراتكم شايفين. طب لو شلت الساعة دي اقول له I did my homework yesterday evening. طيب Shadi wasn't working on writing when I came home. طيب فبيقول لي شادي ما كانش بيشتغل او بيكتب لما انا جيت. في الحقيقة هنا الجملة دي انت لو بصيت عليها بتعبر عن حدث. تمام؟ يعني هنا كلمة when I came home دي كأنها تعتبر انا حددت ايه توقيت معين. يعني انا لحظة او عند وصولي. يبقى انا كده كأني حددت الايه؟ حددت التوقيت بالظبط. بيقول لي شادي wasn't working or writing when I came home. طيب what were you doing when I called you? You sounded very busy. وطبعا الجملة الثانية والثالثة هيتضحوا اكتر لما ابتدي اتكلم اشكال الماضي المستمر دلوقتي. طيب لما يقول لي what were you doing when I called you? You sounded very busy. كويس قوي. فانا حطيت were you doing. تمام؟ اللي هي was aware زائد الفعل زائد verb زائد ing. طيب بيقول لي الباسيف فويس. طب في المجهول بقى خلاص ما هو مجهول يعني الفيرب تو بي تصريف ثالث حسب زمن الجمله. ما هو الماضي البسيط كان was aware زائد تصريف ثالث. طب ماضي مستمر يبقى was aware زائد being زائد تصريف ثالث. طب في النفي was aware زائد not زائد being زائد تصريف ثالث. طب السؤال was aware زائد الفاعل زائد being زائد تصريف ثالث. ما هو الفيرب تو بي في زمن المستمر هو بي وبحط لها ing. لما يقول لي someone phoned me while the dinner. هو الدينر بيطبخ ولا يطبخ؟ يبقى was being cooked. I borrowed Ali's car while mine اللي هي my car. العربية بتصلح ولا تتصلح؟ يبقى was being repaired كانت بتتصلح. طيب يبقى was being repaired. ما هي الكلمات اللي بتدل على زمن الماضي البسيط؟
لو قلت ايه yesterday evening, yesterday morning, yesterday afternoon, بحدد at 7, at 10, at 9, from 5 to 7, from morning to evening, at this time, تمام, at this time yesterday, last year at this time, throughout the night, all night, all week, all month, all morning, تمام, او all afternoon او evening او yesterday وهكذا. طب يبقى هنا اللي حصل ايه بقى؟ لو قلت مثلا ايه yesterday evening, يبقى انا حددت فتره المساء, yesterday morning حددت فتره الصباح, yesterday afternoon حددت فتره الظهيره, الساعه 7, الساعه 10, الساعه 9, من 5 ل 7. لما يقول لي مثلا كلمه all, حبايبي كلمه all اللي بتعبر عن زمن مستمر على طول في اي زمن, مضارع, ماضي, مستقبل, كلمة all دي بتعبر عن استمرارية. طيب الحالات التي يستخدم فيها زمن الماضي المستمر, اولا حدث كان مستمر في وقت معين, وقت محدد. لما يقول لي سلمى was studying English all last night, اهي كلمة من الكلمات اللي بتعبر عن مستمر اهي. We were cleaning the floor when the police asked to search it. يبقى هنا حددت التحديد هو عند سؤال البوليس, تمام. طيب الماضي المستمر يبقى اول حاجه حدث كان مستمر في ساعه معينه. طب افرق ازاي ما بين ماضي مستمر وماضي بسيط؟ الماضي مستمر حبايبي هيقول لك امتى, هيديك ساعه, هيحدد, لكن الماضي البسيط ما بيحددش, تمام. لو قلت yesterday ماضي بسيط, طب yesterday evening ماضي مستمر, at 7 yesterday evening او at 7 yesterday, تمام, بقى ماضي مستمر وهكذا. طيب بيقول لي الماضي المستمر الحالة نمرة 2, يبقى اول حاجة حدث كان مستمر في ساعة معينة. ايه تاني؟ بيعبر عن حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت. انا قاعد بذاكر وماما بتعمل ملوخية, كل واحد في حاله, مفيش حاجة قطعت حاجة. يبقى انا قاعد بذاكر, اخويا قاعد بياكل, تمام. يبقى هنا انا بتكلم على حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت. قال لي من الكلمات اللي بتدل على الماضي مستمر هي while و as و just as, وخلي بالك هي when لما يبقى في حدثين مستمرين. لما يقول لي ايه يبقى while و as و just as when, مالهم يجي بعضهم ماضي مستمر ماضي مستمر, حدثين ما قطعوش بعض. طب لو حطيتهم في النص ما خلاص, while و as و just as يجي بعضهم ماضي مستمر, جت اول الجمله, جت نص الجمله, جت على الحيطه, بيجي بعضها ماضي مستمر. طب لو حطيتها في نص جمله اهي, يجي بعضها ماضي مستمر اهو, والناحيه الثانيه ماضي ايه مستمر. While he was reading the novel I was watching TV. مونا was cooking lunch while her husband was reading the paper. يبقى هي كانت بتقرا, الثاني كان بيتفرج على التلفزيون, مونا كان بتطبخ, تمام, جوزها كان بيقرا الجرايد. يبقى كل واحد في ايه, حدثين لم يقطع احدهما الاخر. طيب while الماضي المستمر بيعبر عن حدث كان مستمرا وقطعه حدث اخر. يبقى لو بتكلم على حدثين واحد قطع الثاني, او بمعنى اصح حدثين, حدث طويل وحدث قصير او ما خدش وقت, تمام, يبقى هنا بتكلم على ماضي مستمر وماضي بسيط. انا قاعد بذاكر, النور قطع, النور قطع ده حدث ما بياخدش وقت او حدث مفاجئ. لما بيحصل حدث مفاجئ في الجمله, الحدث المفاجئ ماضي بسيط. تاني يبقى الماضي المستمر هو حدثين في الماضي, واحد قطع التاني. while و as و just as, لا ده انا خاف الصم ان بيجي بعضهم ماضي مستمر اهو. الناحية التانية بقى ايه؟ الحدث اللي ما خدش وقت او الحدث المفاجئ وهو الماضي البسيط. while و as و just as يجي بعدها ماضي مستمر, الناحية التانية ماضي بسيط. طب لو حطينا في نص الجملة برضو, قلنا while و as و just as, جت اول الجملة, نص الجملة, جت على الحيطة, بعدها ماضي بسيط. الناحية التانية بقى اشوف قطع ولا ما قطعش, هنا قطع يبقى ماضي بسيط. طيب when بيجي بعدها ماضي بسيط ماضي مستمر. طب ما انا عارف ان while بيجي بعدها ماضي مستمر ثم ماضي بسيط, عكسها when عكس while, when عكس مين؟
عكس واي، يبقى يجي بعدها ماضي بسيط وماضي مستمر. طب وين لو جت في نص الجملة؟ يجي بعدها ماضي بسيط والناحية التانية ماضي ايه؟ مستمر. طيب أتمنى إن الكلام ده يكون واضح. لما يقول لي as I was walking down the street I met some old friend، يبقى as هنا حبايبي يجي بعدها ماضي ايه؟ مستمر أهو. الناحية التانية ماضي ايه؟ بسيط. حدث مستمر كان بياخد وقت، قطع حدث تاني مفاجئ وما خدش وقت. We were going back home. تمام؟ احنا راجعين البيت. When a beggar stopped us. يبقى حدث كان مستمر هو رجوع، وفجأة الشحات وقفنا. يبقى وقفنا، تمام؟ يبقى ده حدث مفاجئ أو حدث ما خدش وقت. طيب، ما هو الفرق بين during و while؟ احنا عارفين إن while بيجي بعدها was أو was a verb ing، صح؟ صح. عارفين ان while ممكن يجي بعدها فيرب اي ان جي اذا كانت الجمله بلا فاعل. لو الجمله ما فيهاش فاعل حط بعد while اي ان جي. قال لي طب ايه during بقى؟ during ممكن ان هي تحل محل while، بس while بيجي بعدها اي ان جي ما حضرتك شايف. during بقى يجي بعدها noun. يبقى during تحل محل while وياتي بعدها noun. نشوف مثال. بيقول لي while he was studying in China he learned about the Chinese culture. كويس قوي. while staying in China he learned about the Chinese culture. طيب فهنا while he was studying in China he learned about Chinese culture. فاللي حصل حبايبي ان هنا he وهنا he، الفاعل واحد، هو اللي كان في الصين وهو اللي اتعلم عن الثقافات الصينيه. يبقى الفاعل واحد. قال لي اه ما دام الفاعل في الجملتين واحد يجوز ان انا احط بعد واي لاين جي على طول. فاقول له وايل ستينج ان تشاينا، مين اللي كان في تشاينا؟ هي ليرند اباوت ذا تشاينيز كلتشر. خلي بالك من المعلومه ديت. يبقى وايل ياتي بعدها اي ان جي بشرط ان يكون الفاعل واحد في الجملتين. while ممكن اشيل الايه الفاعل واحط ان جي بعدها، بس الفاعل في الجملتين ايه؟ واحد. طيب during بقى، قال لي during بتحل محل while وياتي بعدها اسم. لما اقول لك ايه during his stay، during his stay، يبقى بدل ما اقول during staying اقول له ايه during his stay. لما اقول مثلا ايه while speaking يبقى during his speech. تمام؟ يبقى during ياتي بعدها noun، تمام؟ وتحل محل ايه؟ while. يبقى during his stay in China he learned about Chinese culture. عظيم جدا. طب دلوقتي احنا قلنا ان while بيجي بعدها was or were the verbs of ing. يجي الناحيه الثانيه ماضي بسيط لو البسيط بيقطع المستمر. يجي بعدها ماضي مستمر الناحيه الثانيه لو حدثين ما قطعوش بعض. قال لي خلي بالك بقى، في افعال يا جماعه ما ينفعش تتحط في الزمن المستمر. في افعال لا توضع في الزمن المستمر. افعال الشعور، الاحساس، الادراك، الملكيه، المعرفه، الفيرب تو بي. تاني، افعال الشعور، الاحساس، الادراك، الملكيه، المعرفه، الفيرب تو بي. افعال الشعور والاحساس والادراك والملكيه والمعرفه والفيرب تو بي لا توضع في الزمن المستمر. يبقى بيقول لي بتستخدم هذه الافعال في زمن الماضي البسيط وليس المستمر، حتى لو الجملة لازم أحط ماضي مستمر. يعني إيه؟ يعني لما يقول لي منى واز بيزي ات 7 بي ام يسترداي، أقول له منى واز بيزي ولا منى واز بينج بيزي؟ قال لي لا والله الفيرب تو بي لا يوضع في زمن المستمر. ما ينفعش أقول له واز بينج بيزي ات 7 بي ام يسترداي. طيب ايه تاني مثلا؟ افعال الحواس، الفعل look او sound او appear او seem، يعني اي حاجة شكلها تيجي بمعنى يبدو. اي حاجة لو قال لي مثلا smell له رائحة، تمام؟ feel يعني له ملمس، taste يعني له مذاق، hear يسمع، see يرى. لما يقول لي she seemed ill هي بتبدو، ينفع اقول كانت عمالة تبدو؟ لا والله. يبقى she seemed ill when I visited her. when جه بعدها ماضي بسيط، الناحية التانية المفروض إن في زمن ماضي إيه؟ مستمر. قال لي بس هنا ما ينفعش أقول له she was seeming. طيب أفعال التفكير مين؟
يعني أو يقصد imagine يتخيل understand يفهم guess يخمن think believe suppose يعتقد realize بالاس أو بالزد يعني يدرك recognize يتعرف على consider أو regard يعني يعتبر know doubt suspect يشك remember يتذكر forget ينسى. هذه الأفعال ما ينفعش تحط زي مستمر. لما يقول لي إيه in the past people thought the earth was round دي جملة سليم، لكن ما ينفعش أقول له in the past people were thinking the earth was a round غلط. طيب أفعال التواصل agree disagree admit deny promise surprise، هذه الأفعال لا توضع في الزمن المستمر. تمام. لما يقول لي the accused المتهمين admitted killing the woman ايه يستخدم او المتهم اعترف ايه بقتل السيدة بالامس. طيب يبقى اقول له the accused admitted ولا was admitting؟ لا والله يبقى الاجابة هي طبعا ايه admitted، لان افعال التواصل لا توضع في الزمن المستمر. طيب افعال العاطفة love like hate dislike want need desire prefer. تمام. افعال العاطفه لا توضع في الزمن المستمر. يقول لي when I was young I didn't like swimming، جمله جميله جدا، لكن ما ينفعش اقول له when I was young I wasn't liking swimming، ده كلام غلط مش انجليزي ده. تمام. افعال الشعور والاحساس والادراك والملكيه تمام والمعرفه والفيرب تو بي لا توضع في الزمن المستمر. افعال الملكيه ايه تاني؟ لما يقول لي possess own have have got belong to. لما يقول لي I had many toys جملة سليمة، لكن ما ينفعش أقول له I was having عمال أمتلك. تمام. طيب ما ينفعش أقول لحد عمال أعرفك عمال أحبك عمال أكرهك، ما ينفعش. امتلكت حبيت كرهت وهكذا. أفعال تانية زي كلمة cost يتكلف owe to يدين إلى include يشمل involve يتضمن intend ينوي remain يبقى أو يظل. طيب لما يقول لي مثلا ايه after they had separated they remained friends دي جملة سليمة. after they had separated they were remaining، لا طبعا الفعل remain ما ينفعش يتحط زمن مستمر. طيب بيقول لي خلي بالك ان يمكن ان تكون نفس الافعال مؤقتة وبالتالي تأتي في زمن مضارع مستمر لو جاية بمعنى تاني. يبقى هنا مثلا عايز يقول لي ان هناك بعض الافعال يا جماعه يجوز تمام ان هي تتحط في زمن مستمر بس المعنى بيبقى مختلف. نفهم يعني مثلا اقول لي ايه سامي واز سين ذا دنتست ات 10 بي ام يسترداي. هو حاطط ساعه وقال يسترداي يبقى المفروض ان الزمن مستمر. قال لي هنا سامي كان بيعرض نفسه على الدكتور الساعه 10 امبارح. تمام. يبقى هنا سي تمام مش جايه بمعنى يرى او يشوف، لا هي جايه بمعنى يعرض نفسه على الطبيب، فهنا يجوز ان انا احطها زمن مستمر. ليه؟ الفعل سي لا يحمل معنى يرى ولكن يحمل معنى يذهب للطبيب. مثلا she was thinking about something important when I interrupted her. طيب هنا think صح. ليه؟ لان هي كانت بتفكر. تمام. بيفكر في حاجة معينة مش جاية بمعنى يعتقد أو يظن. تمام. يبقى think لو جت بمعنى يفكر تمام ممكن أحطها في زمن مستمر، لكن لو جت بمعنى يعتقد أو يظن ما ينفعش أقول إيه أحطها في زمن مستمر. علي was having dinner when I phoned him. طيب هي have هنا يعني إيه؟ يعني يتناول. ممكن أحطها في ING كان بيتناول الإيه العشاء، لكن have لو جت بمعنى يمتلك ما ينفعش أحطها في زمن مستمر. تمام. لما يقول لك ايه I have a car. تمام. يبقى هنا have جاية بمعنى يمتلك، ولو جت بمعنى يمتلك لا توضع في الزمن المستمر. يبقى الحتة دي ناخد بالنا منها ان هناك افعال لو معناها تغير عن معناها الاصلي يمكن ان توضع في الزمن المستمر. تعال نبص على سؤالين مع بعض. اول حاجة بيقول لي this car he to me 3 years ago. كويس قوي حلو قوي. أقول له was belonging لا والله أفعال الملكية لا توضع في الزمن المستمر. يبقى الإجابة هي إيه؟ هي ماضي بسيط. ليه؟ لأن في كلمة ago يبقى الإجابة هي belonged.
I hear a noise while I was studying last night. يبقى while هنا جه بعدها ماضي مستمر، يبقى انا لازم اشوف هل في حاجه بتقطع حاجه ولا ما بتقطعش. في حدث مفاجئ، يبقى I heard a noise. She ill when I visited her. كويس قوي. هي كانت بتبدو مريضه لما زرتها. حلو قوي. طب ما الفعل يبدو ما ينفعش يتحط في زمن مستمر. تمام، يبقى الاجابه هي she seemed ill. While he at home, a man knocked on the door. وانا قاعد في البيت حد خبط على الباب. هنا بيقول لي الفيرب تو بي. طب ما الفيرب تو بي يا جماعه لا يوضع في الزمن المستمر. تمام، يبقى اقول له while I was at home. اللي بعده، منى ate lunch when her friend phoned her so she couldn't answer the phone. حلو قوي. يبقى هنا انا بتكلم على حدثين. تمام، واحد منهم ايه قطع التاني او كان في حدث مفاجئ. اقول له منى had lunch ولا was having lunch. تمام، ولا had. يبقى اقول له ايه was having. تقول لي الله انت مش لسه قايل ان have ما بتحطش في الاي ان جي. اقول لك لو جايه بمعنى يمتلك لا توضع في ايه في الزمن المستمر، ولكن هنا جايه بمعنى يتناول. When I was young I ate swimming to playing tennis. مهمه قوي دي حبايبي. في حاجه اسمها prefer something to something. prefer يجي بعدها noun او verbs of ing to noun او verbs of ing. تاني، يبقى prefer يجي بعدها اسم او verbs of ing to اسم او verbs of ing. prefer يجي بعدها اسم او verbs of ing to اسم او verbs of ing. طيب هنا prefer الجملة زمانها ايه؟ طيب هي prefer ولا preferred؟ قال لي when I was، يبقى ماضي، يبقى عليك بايه؟ بpreferred. تمام؟ السؤال اللي بعده a book when my friend arrived. هنا when جه بعدها حدث مفاجئ، يبقى قبلها ماضي مستمر، يبقى was reading. طارق dinner at noon yesterday. noon الساعة 12. نون 12 الظهر. حدد الساعة كام يبقى في زمن مستمر، يبقى was eating. I met a lot of friends while I ate in China. انا قابلت اصدقاء كتير while. ما احنا عارفين while دي حافظين بيجي بعدها في الـ ing. طب بس هنا الفيرب تو بي، والفيرب تو بي لا يوضع في الزمن المستمر، يبقى الإجابة I تاخد was ولا where؟ يبقى was. While she ate her homework my sister was listening to music. وهي بتعمل الواجب اختها كانت بتسمع موسيقى. يبقى while she ايه؟ يبقى اقول له while she was doing. حدثين، ما فيش حاجه قطعت حاجه. تعال نبص مع بعض. He was a student, he was writing short stories. حلوه قوي. طيب he was a student, he was writing short stories. طيب حلوه قوي. هل ينفع اقول له after he was a student؟ لا والله، after يا جماعة بيجي بعدها had وتصريف ثالث. as soon as زيها بالظبط. after و as soon as يجي بعدهم ماضي تام. تمام، هنا في ماضي بسيط. طيب ينفع اقول له on؟ قال لي لا والله on لا، لان on بيجي بعدها verb زائد ing. on بيجي بعدها يا جماعة verb زائد ing. يبقى الإجابة هي while. تقول لي الله while he was a student. اقول لك ما هي الفيرب تو بي لا يوضع في الزمن المستمر. السؤال اللي بعده yesterday at 5 past 7 I emailed my application to the company website. حلو قوي. امبارح الساعة 5 تمام او الساعة 7 و5. الساعة 7 وايه و5 تمام. ايه اللي حصل؟ I emailed my application to the company website. يبقى هو حدد الايه الميعاد، يبقى اقول له I was uploading. I visit the pyramids every month when I was in Cairo. حلوة قوي. اقول له I used لا عايزة to. used to حلوة. used for لا والله. I am used to. I am used to عايزة بضع ing. يبقى الإجابة هي used to. علي traveling by sea. علي أدي فاعل. used to لا used to travel. using to لا لسه ناخدها في رابعة ثانوي دي. is used to تمام.
اه شكلها صح. ليه؟ لان used to هنا جاء قبلها verb to be ويجي بعدها verb ال ing. I borrowed my brother's watch while mine انا استلفت ساعة اخويا بينما الساعة بتاعتي كانت ايه؟ هي الساعة تصلح ولا تتصلح؟ تتصلح يبقى عايز اوز او ورثة التصريف تالت، يبقى was being repaired. Noah phoned me while the dinner. العشاء، هو العشاء بيطبخ ولا يطبخ؟ يطبخ، يبقى was being cooked. تمام؟ هي while جه بعدها ماضي مستمر مبني للمجهول. while هنا جه بعدها ماضي مستمر مبني للمجهول. كويس قوي. أحمد's car was hit by a driver who ate at mad speed. حلو قوي. أحمد's car was hit by a driver who ate at mad speed. عربية أحمد اتخبطت بواسطة سواق كان بيسوق بسرعة جنونية، يبقى هو ايه؟ was driving. اللي بعده، while Samir was very busy doing his homework, his sister ate loud music. He wasn't able to concentrate. يبقى اقول له ايه؟ was listening. I no longer play tennis as I am used. لا، عايزة to. am used to. تمام، يجي بعدها الفرب ان جي. used to ولا used؟ الاجابه هي I used to. ليه بقى؟ لان الجمله دي I no longer play tennis as I used to play، كانها في الاصل ايه؟ I used ايه؟ to play. يبقى الاجابه هي I used to play، يبقى used to. what ايه at 7 p.m. yesterday، لحد الساعه كام اهو؟ يبقى الاجابه هي where are you doing. عادل ان طنطا ان 2002، هو عادل ولد ولا اتولد؟ اتولد، يبقى مجهول، يبقى ووز او ورزه تصريف تالت، والجمله ماضي بسيط فهي ماضي بسيط مبني للمجهول. اللي بعده، lunch when my close friend arrived so I warmly asked him to share the meal with me. انا قاعد بتغدى جالي صاحبي حبيبي فانا طلبت منه ان انت لازم تقعد وتاكل، يبقى بتكلم على حدثين احدهما ايه؟ قطع الاخر. There are always economic crises. ايه wars؟ طيب هي wars دي ايه؟ ينفع اقول له while wars؟ لا والله. while بيجي بعدها verb ing. as wars؟ لا والله، زي while بالظبط. when؟ لا، عايزه بعدها ايه؟ subject. تمام؟ او verb ing لو حدث مستمر مستمر. يبقى مين اللي بيجي بعديه noun؟ هي during. I couldn't open the door as I ate a shower. أنا ما قدرتش أفتح الباب لأن أنا كنت باخد دش. حلو قوي. خلي بالك إن while و as و just as يجي بعدها ماضي مستمر لو أنا بتكلم على عدم القدرة على فعل شيء، تمام، في الماضي. تاني، يبقى while و as و just as يأتي بعدها ماضي مستمر في حالة عدم القدرة على فعل شيء في الماضي. لما هنا يقول لي I couldn't open the door، أنا في عدم قدرة هنا، ما قدرتش أفتح الباب. ليه؟ لأن I was having. السؤال اللي بعده، When Sammy was drawing his sister a poem. سامي قاعد بيرسم، أخته كانت بتكتب، يبقى was writing. When mom was climbing down the stairs she ate her leg. ماما نازلة من على السلالم للأسف ايه رجليها. هل هي عمالة تكسر في رجليها؟ لا، حدث مفاجئ، يبقى بروك. When she saw the fire coming out of the factory she ايه؟ أول ما شافت الحريقة جاية بره، طالعة بره المصنع، عملت ايه؟ تمام؟ الإجابة هي طبعا ايه؟ screamed. حدث ايه؟ مفاجئ. I once، أنا عارف إن once دي من الكلمات اللي بتعبر عن زمن الماضي بسيط. تمام؟ I once ate the newspaper every day. Now I don't have the time. طيب، يبقى أقول له I once had read. لا والله خالص، ما فيش الكلام ده. Was reading. لا. Reading. لا. I أقول له I once used to read. اللي بعده، I ate to the museum in 2015. إنه سنة في الماضي، يبقى أقول له يا حبيبي، يبقى أقول له I ate the museum in 2015، يبقى أقول له I went.
ماضي بسيط. إن 2010 إن وسنة في الماضي يبقى ماضي بسيط على طول، يبقى أقول له my parents ها lived. اللي بعده while I eat in secondary school I wrote many poems about nature. حلو، while يجي بعدها ماني مستمر، ولكن ينفع أقول was being؟ لا والله خالص، انساها دي. يبقى while I was in secondary school، لأن الفيرب تو بي لا يوضع في الزمن المستمر. I was having lunch when the telephone bell. أنا كنت بتغدى لما التليفون عمل إيه؟ يبقى هنا ماضي مستمر، when جه بعدها ماضي بسيط. ring الماضي منها rang. What A when I called you, you sounded very busy. أنت كنت بتعمل إيه لما أنا اتصلت بيك؟ تمام؟ أنت كان شكلك مشغول. طيب، يبقى أنت كنت مستمر في حاجة لما أنا اتصلت بإيه؟ لما أنا اتصلت بيك وقطعها اتصالي، يبقى what were you doing؟ اللي بعده my own computer for 3 years before anything went to a wrong with it. طب حلو قوي. I own my own computer for 3 years before anything went wrong with it. طيب انا مش عارف احل السؤال ده. ابص نص الجمله الثانيه ماضي ولا مضارع؟ ماضي، يبقى هاف ما تنفعش وهاف هاد ما تنفعش. حلو كده، حال نص جمله ماضي يبقى نص ثاني ماضي. طيب I had تمام for 3 years before anything went wrong with it. يبقى اقول له ايه؟ I have had ولا I had had ولا I had. يبقى الإجابة طبعا ايه؟ I had had. ليه؟ لأن before حبايبي تمام بيجي بعدها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط. before يجي قبلها ماضي تام وبعدها ايه؟ ماضي بسيط. السؤال اللي بعده while she eat her homework my sister was listening to music. يبقى while she eat while بيجي بعدها ماضي مستمر، يبقى was doing. my mother made me a cake it a of lemon. ماما عملت لي كيكه، الكيكه كان طعمها ليمون. طيب ينفع افعال الشعور والاحساس والتذوق؟ ما ينفعش احطه في الزمن المستمر، يبقى اقول له it tasted. it was dark when I reached the beach because the sun ate down. معلش طيب الجمله زي ديت برضو مش عارف افكر فيها ازاي، تمام يعني مالهاش علاقه بالكلام اللي احنا كنا بنقوله. طب ابص كده، هنا ماضي ولا مضارع؟ ماضي، ماضي بالناحيه الثانيه ماضي، يبقى ويل مش هتنفع وهاز مش هتنفع. تمام طيب went ولا had gone؟ طيب بيقول لي it was dark الدنيا كانت ضلمه لما وصلنا للشاطئ عشان الشمس غابت. الشمس ايه؟ غابت. هو ايه اللي حصل الاول؟ الشمس غابت، يبقى اللي كده هي had gone. تمام، لان ده حدث ايه اول. اي نعم احنا لسه ما اتكلمناش على الماضي التام، بس ما فيش مشكله برضه، احنا ايه بناخد فكره يعني. what did you do after a school yesterday؟ طيب حلو قوي. what did you do after a school yesterday؟ طب الجمله مالي بسيط. طيب ينفع اقول له after left؟ لا والله، ما احنا اتفقنا بقى، خلي بالك ان الرابط يجي بعديه فيرب ing لو مفيش فاعل، يبقى left ما تنفعش. تمام، ما ينفعش اقول له what did you do after you leave yesterday. لا، ممكن اقول له after you left مثلا. طيب يبقى الإجابة هي طبعا ايه؟ after leaving. السؤال اللي بعده what a at 8 yesterday. يبقى بتكلم على خلاص كان مستمر، يبقى where are you doing. I a play football with my friends when I was young. حلو قوي، فاعل وبعدين مصدر، يبقى I used to play. ما ينفعش اقول له I am used to، يجي بعدها ing. تمام طيب who a before the start of the lesson this morning. مين اللي كان عمال يتكلم قبل بداية الدرس ايه this morning؟ يبقى اللي جاي بقول له ايه who were you speak where you speak. لا where you speaking، يبقى دي ما تنفعش. did you speak نشوف have you spoken لا اصل الجملة ماضي بسيط. you spoke
لا طبعا، ما هي أداة الاستفهام عايزة بعدها فعل مساعد، يبقى who did you speak. I sat down and did my work when I had opened the window. حلو قوي. I sat down and did my work when I had opened the window. حلو قوي. أنا قعدت تمام وعملت الواجب لما فتحت الشباك. هنا كلمة when جاية بمعنى ايه؟ هل هي جاية بمعنى after ولا before ولا while ولا by the time؟ طب ده سؤال انا مش عارف افكر فيه ازاي. هو بيقول لي انا قعدت عملت شغلي when I had opened the window. هو انا عملت شغلي عمري فتحت الشباك ولا فتحت الشباك الاول؟ حلو قوي. يبقى انا فتحت الشباك الاول. طب مش عرفني ان انا فتحت الشباك الاول عشان هي had opened، و had opened ده حدث اول ماضي تام. برضو يا جماعه الماضي التام ده في unit 2، بس سؤال برضو بنبص عليه مع بعض. خلي بالك ان had لما يجي بعدها تصريف تالت ده حدث اول. حدث اول مين اللي بيجي بعديه had وتصريف تالت؟ هل هي before؟ لا والله. هل هي while؟ لا while عايزه was aware that verbs at ing. هل هي by the time؟ لا by the time بتساوي before، يبقى كده هي after. تمام. اتمنى ان الكلام ده يكون وضح لكم شوية معلومات عن الماضي البسيط والماضي المستمر. التكرار بيعلم الشطار. حاول تسمع الفيديو تاني، اكتب ملاحظات، هتلاقي الموضوع ان شاء الله سهل بالنسبة لك وبتحل بدون أي مشاكل. السلام عليكم.